بسم الله الرحمن الرحيم وبالله نستعين وعلى الله نتوكل ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير يا السادة نستمع لآيات بينات من كتاب الله العزيز يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ شحاتة كمال عبده القارئ والمقيم بتيتا مركز منوف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وَإِنْ تُبْدُوا
وقالوا سمعنا
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا إله إلا
بسم الله الرحمن الرحيم لا نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة
صدق الله العظيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ شحاتة كمال عبد، القارئ والمقيم بكتاب مركز مدينة منوف. أما ركبة الهندسة الصوتية فهي إدارة حازم جمعة الطايع وباسم عيد تيتا بجوار محل الحاج فرج الكاشف.